عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ المغربي مع صفاء. اليوم إن شاء الله غادي نحضر لكم حرشة كتجي هائلة لذيذة وسهلة سهلة سهلة بزاف بزاف. كنتمنى أنكم تجربوها. بالنسبة للمقادير فأنا عندي 2 كيسان د الحليب، نص كاس الزيت، 250 غرام ديال السميدة رقيقة أي ما يعادل رابعة وزلافة، ممكن أنكم تحسبوا بزلافة، معلقة السكر، شوية الملح، معلقة الزبدة، ورأس المعلقة الخميرة ديال الدار. ندوزو نشوفو طريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير فهي سهلة. أول حاجة غادي ناخد السميد، غادي نزيد ليها الخميرة، غادي نزيد ليها، أنا هنا درت خميرة حبيبات، ممكن أنكم ديروا الخميرة المعجونة، السكر، غادي نزيد الملح، الزبده، الزيت، والخمارة ديال الحلوى. غادي نبسبس الكل جيدا، غادي نبسبس غير بالاطراف ديال الاصابع، غنحاول يعني نمعكل الزبده ديالي مزيان، وندخل كذلك الخميره والزيت يتشرب هذاك السميد. ومن بعد ما نحس بالزبدة ديالي دابت لي في يدي، غادي نضيف اخيرا الحليب اللي بقى ليا. غنضيف الحليب شوية بشوية ونعجن مزيان. كيف ما كتلاحظوا، وغادي نضيف اللي بقى ليا ديال الحليب، غادي نحرك مزيان وغادي نخليها كترتاح ربع ساعة، عاد غادي نبدا نطيب فيها ان شاء الله. واخا تجيكم جارية ما تخافوش منها، راه غادي تشرب السميدة، غادي تشرب لنا الحليب، يعني قد ما بقات قد ما كتشرب. وندوزو نطيبوها. بالنسبة لطريقة الطهو فانا عندي هنايا مقلة ما تكونش كتلصق د البغرير، او اي مقلة عندكم نتوما كتستعملوها. غادي ندهنها بالزبدة مزيان، وغادي ناخد هاد الليمول ديال الحرشة ديال اللي كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. غادي نحاول حتى هما ندهن الجوانب ديالهم بشوية الزبدة غير احتياطي باش ما يلصقوش ليا. ومن بعد غادي ناخذ العجين، انا هنا استعملت معلقه عامره في كل دائره. قطعه فهي سهله جدا، فانا هنا في كل مره كنبغي ندير العجين ديالي كندهن المقله بالزبده، وكذلك الدائره ديال الحرشه كندهنها، كندير معلقه من العجين وكندوز الحرشه اللي قبل، كندهن كذلك المقله، كنقلبها من بعد ما تكون تحمرات، وغادي نكملها بنفس العمليه حتى نكمل جميع العجين اللي عندي. بالنسبه للدائره ملي كنبغي نحيدها فهي كتجي سهله، غير بشويه حيدوها باش ما تحرقوش، راه كتكون سخونه شويه حطيو. وبالنسبه للعافيه فخاصها تكون مهيله بزاف بزاف. ملي كنكمل العجين ديالي كامله في الطهو فانا كنتحصل على حريشات غزالين مندرا ومذاقا، ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، فهما كينفعوا ملي كيجيو عندنا الناس على غفله او للفطور ولا العشيه الكوتي. كنتمنى تنال الوصفه الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلبكم. كنتمنى تشتركوا في القناه ومرحبا بكم مره اخرى. ما تنسوش تخليوا التعليقات ديالكم، تشاركوا في القناة، تبارتاجوا الوصفة مع الأصدقاء ديالكم، ودمتم في أمان الله.